لا شك لدي أنه باطل، توقعت ذلك في لقاءات سابقة إن تذكر. أعتقد الآن في الجمعية العامة المتحدة سيحصل على الغطاء الدولي، وفي القمة العربية سيحصل على الغطاء العربي، ومن ثم انتظر وراقب ماذا سيجري. أنا مجرد ربط منطقي لبعض النقاط التي بدأت تتكشف أكثر إعلامياً. أعتقد أن التغيير قادم، وأتمنى أن يكون سلمياً لا عنف فيه، ولكن هذا الاستعصاء لا يمكن السكوت عنه. إن سكتت أي قوى سياسية في العراق ستحاسب، لأنه أمنياً وعسكرياً ستنفجر الأمور لا قدر الله، وستعيش حالة فوضى. من الذي فجر الأوضاع؟ الإطار أم الصدريين؟ أم صدريون أم إيران؟ عبر تدخل لا يكون يعني من الصعب ضبطه. انفجار هنا، اغتيال هناك، قد يفجر الساحة العراقية بأكملها. وهذا لن يتوقف العراق، سيكون هناك تداعيات. أنت لا تعتقد أن لبنان وحزب الله في حالة يعني كمون؟ أبدا، هي لحظة وقرر فيها طهران تنشيط هذا الوضع كاملا، وبالتالي سيكون حالة من البلبلة والفوضى الأمنية التي لا يمكن السكوت عنها ولا بأي حال من الأحوال.